هذه كانت عرفتني عليها الاخت ديالي، والاخت ديالي كانت صديقه ديالها شي وحده تماك، وصافي اقترحوا عليا قالوا زعما لي ما لا انك تجي وتشارك. قلت لهم ما عنديش المانع، صافي عادي، ما ان الانسان كيجي ويقدر يشارك ويقدر ينشط وهذه. قلت لهم صافي ما عنديش انا مشكل، نجي نشارك ونشط، حيت انني انا كنت خدات اجازه في الدراسات الاسلاميه ومازال ما لقيتش العمل، وصافي وبحال قنطت في الدار وجاني الملل وجاتني هذه الفرصه هذه. انا جيت لا ديجا كنت خاطب، وكنت سميتو كنت خاطب وكنت عامل عقد، وصافي قالوا لي زيد باش تبغي دير تشترك في هذا الحفل الجماعي. ما قلت لهم مرحبا ما عنديش مانع، صافي وجيت واستقبلوني هنايا، وبالخص الاستاذه وفاء كنشكرها بزاف. و اللي صغارين والطالبات اللي معنا والامهات الحاضرات كلهم، بغينا نقولوا كفى للعلاقات الشرعيه. هاد الجمعيه سمعت عليها بزاف مع واحد السيده صديقه ديالي هي لبنى، انها هي فاعله جمعويه وانا فاعله جمعويه، وجينا تبارك الله عليهم. انا ما تيقت ملي قالت لي لبنى راه في طنجه غيجوزوا 62 مراه 62 عروسه و 62 عريس، قلت امبوسيبل كيفاش غيديروا هاد الناس تيقوموا. تبارك الله ساعه لقيت داك الشيء رائع، وكون كانوا المغاربه كلهم كل عائله كتعاون كون ما يبقاو ولا بنات في الزنقه ولا ولاد في الزنقه، كون كل شيء تبارك الله مزوج وكل شيء دار اسره، وما نتكلوش هي على المخزن، نتكلوا حتى على روسنا شويه، نتكلوا على الناس اللي عندهم الفلوس وكيعاونوا ما فيها باس، اللي عندهم شركات، الى كونوا اسره وحده راه كيزعل لهم الله قصر في الجنه. وهاد السيده تبارك الله عليها، هاد مولا اللي مراسه الجمعيه هاد وفاء، هنيئا لها تبارك الله، لا هي ولا الاصدقاء ديالها ولا الناس اللي خدموا معاها. زعما برافو، عندها هذه خصها وسام، وسام صراف يكون ملاكي على ود هذا العرس اللي دارت.